السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتيريور اي اي ده عبارة عن ايه؟ ان انت بترفع له صورة الغرفة بتاعتك، هو بيختار لك الديزاين بتاعها ويعمل لك انتيريور ديزاين بشكل سهل وبسيط. كل عليك ان انت بتكتب الايميل بتاعك، وبعد كده بترفع صورة الغرفة، وبعد كده بتختار الغرفة دي اني حاجة، كوفي شوب ولا فتنس جيم ولا ورك شوب، والستايل في ستايل كتيرة. وبعد كده عايز تعمل رندر لاكتر من صورة مثلا، والريزوليوشن تقدر تختار الريزوليوشن اللي انت عايزها، والبرايفسي عايزها بابليك ولا برايفت، فممكن تختار الايميل وتقول له كونفيرم وترفع اي صورة عندك، اي صورة الغرفة. تمام، تخيل بقى شكل مثلا غرفة زي كده، هو يبدأ يعمل لك الديزاين بتاعها حاجة بالشكل دوت، يبدأ ان هو يعدل لك عليها. فبيديك افكار كتيرة ازاي ان انت تغير الستايل بتاع الغرفة. حاجة مثلا زي كده تقدر ان انت تعمل مكتب بشكل اخر، وتقدر تجرب ستايلات كتيرة جدا، وفي حاجات كتيرة جدا. انتيريور اي اي بالشكل دوت، فموقع حلو عشان تفكر كده بصوت عالي ازاي اقدر احسن الصورة بتاعتي. دي الاوريجينال، ودي بعد ما تعمل عليها الانتيريور ديزاين.